النقاش ديال اليوم كان مهم. الابناء بسطوا الامور بناء على التوجيهات ديال جلاله الملك، وبينوا للشباب كيفاش يمكن لهم يتقدموا ملفات وكيفاش يستافدوا يعني من الدعم ديال المشاريع اللي يمكن لهم يحدثوها على مستوى الاقليم ديال وزان. تبين من خلال النقاش بانه الشباب مازال محتاجين المساعده باش يمكن يتقدموا ملفات ديالهم ما ترفضش لدى الابناك. وكان اقتراح اللي اقترحته انا شخصيا على السيد المدير ديال لانابيك، الا كانت الامكانيه القانونيه تتسمح باش يعني نديروا شراكه مع الوكاله مع لانابيك، ونخصوا واحد الاعتماد من المجلس الاقليمي ونعطيوه للوكاله لانابيك باش يمكن لها دير دراسه المشاريع او الاقتراحات اللي يمكن لها تساعد الشباب في تقديم الملفات ديالهم. حنا موجودين، انا من الناحيه القانونيه مازال ما درستهاش مزيان، ولكن الا كانت لانابيك مستعده حنا مستعدين نخلصوا اعتماد مهم ونعطيوه لانابيك، على اساس ان لانابيك تفتح الباب وتهيئ واحد البنك ديال الاقتراحات ديال المشاريع، وضعها رهن الاشاره ديال الشباب ديال الاقليم وزان، لان وزان الان مع المبادره الملكيه مع هذه الفرصه الذهبيه، لان الشباب عاطل محتاج لينا كاملين نديروا يد الله كرؤساء جماعات كمجلس اقليمي كجهه كسلطه، نديروا يد المساعده نقدموا يد المساعده للشباب باش يلقوا يعني مخرج لهذه الازمه اللي تعيشوها على مستوى الاقليم ديال وزان. ولهذا نوضع راسي والمجلس الاقليمي ديال وزان رهن الاشاره ديال لانابيك في اي مساعده ماليه او غيرها من اجل مساعده الشباب في اقليم وزان على يعني هذه الفرصه الذهبيه كما قلت لي جات بتوجيه من جلاله الملك. كمبادره يعني كما قلت هي مبادره يعني فارده، يعني ان الجميع خصو بطبيعه الحال يكون في مستوى يعني هاد المبادره. بالنسبه للقاء، هو لقاء اولا هو لقاء تواصلي، يعني مشكورين عليه الناس اللي نظموه. لقاء تواصلي مهم بالنسبه للشباب باش كيوضح لهم بعض النقاط اللي هي مازال عندهم زعما فيها الغموض. البرنامج مهم بطبيعه الحال، لان الاهداف ديالو اولا واخيرا هي مسائل ديال التشغيل، وهي خلق المقاولات. يعني بل اننا نخلقوا المقاولات وبل اننا نشغلوا، يعني ما كيبقاش شي تنميه عندها شي مفهوم يعني صحيح. بالتالي يعني لقاء هو لقاء ناجح في الحقيقه، ولكن اؤكد على ان باش يكون النجاح ديالو خاص ضمان استمراريه في هذه اللقاءات، لان الشباب دائما كما تنقول عندهم واحد النفسيه بوحدها، لان عندهم احباط، لان عندهم ما عندهمش ثقه، لان ما عندهمش بزاف ديال الحويجات. فحاولنا بطبيعه الحال نعطيو بعض، ما نعطيوش اجابات 100%، ولكن نعطينا على الاقل يعني شنو هو هذا المشروع الى اخره، لان هذا هو الهدف. بالنسبه للاخوان ديال البنك، بطبيعه الحال البنكات دائما عندهم بيناتهم ديك التنافسيه في الاخير، عطاو يعني شنو هو هذا البرنامج، ولكن راه كاين بعض الاشياء اخرى اكيد، يعني بحكمي انا زعما كمختص في هذه المسائل ديال الدراسات، شي حوايج اللي مازال غادي يعيدوا فيها يعني ولا يوضحوا فيها اكثر في الحقيقه. يعني انا تنهضر بالخصوص على كما جا في اللقاء واللي كان يعني النقطه بالخصوص اللي هي مهمه، هي مساله ديال الدراسات. الدراسه دائما تنقول يعني جوج ديال الحوايج، المساله ديال الدراسه ماشي مسهل انك دير دراسه، خاصها واحد النوع من التقنيه، لان وان كان قانونيا دابا حاليا لي بنك ما خصهمش يطلبوا لي كارونتي اكيد، ولكن غادي يمشي لك من الجانب ديال الدراسه، عاود من جانب الدراسه ترجع بحال هي اكثر من الكارونتي. فينالمون نتمنى على انهم حتى هما يكونوا يعني في يعني يستجبوا لهذا النداء اللي هو ملكي وانساني وما عرفتش كيف غنسميه، يعني نداء من اجل الشباب باش انهم يعطيوا واحد الاقلاع، لان المغرب محتاج بطبيعه الحال لهذا الشيء. هدرت على مساله ديال الدراسه، ولكن انا اؤكد على النقطه اللي تهمني يعني شخصيا واللي بغيت نجي ان من اجلها، هي القضيه ديال الحكم خاصها تفعل. بمعنى ان انا كنعرف يعني بالتجارب، وهذا
يعني معرفتي بالشباب هذا هو اللي تيكره الشباب ايضا، ان الجميع في التدخلات كيقول لك انا مستعد وانا غندير وانا تنفعل، كل شيء كيدير وغير كيمشي عنده هذا الشاب كل شيء كيرجع للور تيقول له احق ايوا سيروا سير ديرها انت. واش كتعتقد على ان واحد الشاب مثلا ما عندوش ديبلوم ما عندوش تكوين فريد في العالم القراوي، وهذا هو الهدف رقم واحد هدف العالم القراوي، انه تعتقد انه هو غادي يمشي وغادي يدير دراسه وغادي يدير الله يدخلك بالله باي امكانيات وباي معايير، وبالتالي غادي يمشي للبنكه والبنكه مباشره غتقول له هذا غير عرض انشائي فليس بدراسه. يعني انا انادي يعني انا يعني عندي واحد الغيره على الشباب وعلى الاخر زعما، وهذه غيره يعني لا ما فيهاش زعما شي مزايده، وتنقول على ان الجميع خصو يتكب يعني الجميع خصو يتحد من اجل الخدمه هذه القضيه اللي هي وطنيه وبخصوص في هذا.